خرج أصحاب سكنة الهش صبيحات اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية من مقر ولاية معسكر احتجاجا على الأوضاع الصعبة داخل سكناتهم الهشة والأيل للانهيار، مطالبين والي الولاية للنظر في ملف السكنات الهشة وترحيلهم قبل حدوث الكارثة بكل من بازار سيدي محمد، بوجلال، نواري حمو، شم مختار ومنتري محي الدين وأيضا شارع مهردريس وشارع بن ثابت عبد القادر بالجواير. التفاصيل مع غانية غلمية. من 89 خدامه ونحرق الداري في شعبان، ما بقى لي والو، طلموا لي الغاشي واني دايره في الألفين، من الألفين اني دايره الدوسي، ما تكلتش على ذاك وما عندناش، ما عنديش انا قال لي لا مسكينه وعندي اليتام. طالب السلطات المحليه تدخل سريع بناء الهشة، شارع بن ثابت عبد القادر القوير القاطن بحي القوير، عندنا قرارات وبدون جدوى مضم. عنا قاعدين مغبونين، الدار مش فوق عليا. 86 حبانة مرة كبيرة يغبنوني أنا، كون طاوني، كون أنا طاوني، نهار طاحت بنتي كون طاوني. علاش؟